كنت أحياناً أذهب أتوقف عن العمل وأروح أجيب الماء وأحصل على صعوبات في المواصلات لكي أحصل على المياه. الصعوبات التي كنت أواجهها لما نزحنا لهنا سنتين هي عدم الحصول على الماء، الحصول عليه بصعوبة، نشتروه شراء، المي ضروري نحتاجه للشرب، للصلاة، للتغسل، لغسل الثياب، لتشرب الغنم مثل المواشين. طبعاً قبل الحرب كان يعني أوضاع مأساوية، يعني وخاصة من ناحية الماء، كل بيت عامل حفرة زي ما البئر، ننزل الحفرة من أجل نحصل على دب الماء. المنظمة الدولية للهجرة التي أصرت على تنفيذ هذا المشروع الحيوي جداً الذي يخدم أكثر من 2600 أسرة قيمة ونازحة في يخطل ومحيط إيش ومحيط يخطل، لأنه هو المصدر الوحيد في المنطقة على في مربع 11 كيلومتر، مصدر الوحيد المياه العذبة هو مشروع مياه يخطل، لذلك البدو والرعاة والمزارعين المحيطين بيخطل كلهم يستفيدوا استفادة تامة من هذا المشروع على طول خط الضخ. كل الناس الموجودين يعتمدوا على هذا المشروع في توفير احتياجاتهم اليومية من المياه الصالحة والنظيفة للشرب.